تمنح الدول العربية رياضيها الفائزين بميداليات أولمبية. الفوز بميدالية في الأولمبياد يمثل الوصول إلى القمة بالنسبة للرياضيين، فضلاً عن أنه يمثل دعاية كبرى للبلدان التي ينتمون إليها. لذا تضع الدول خططا كبرى من أجل الصعود على منصات التتويج في الدورات الأولمبية. في أولمبياد طوكيو 2020 حصد الرياضيون العرب 18 ميدالية متنوعة، بواقع 5 ميداليات ذهبية، 2 كانتا من نصيب قطر، وواحدة لكل من مصر والمغرب وتونس، بالإضافة إلى 5 فضيات و8 برونزيات. الدول العربية تختلف فيما تمنحه لرياضيها عند فوزهم بميداليات أولمبية، منها ما يتفوق عالمياً مثل قطر والسعودية. فبحسب تقارير محلية، منحت قطر الثنائي فارس حسونة ومعتز برشم 23 مليون ريال لكل منهما بعد فوزهما بذهبيتي رفع الأثقال والوثب العالي. أما وزارة الرياضة السعودية فمنحت طارق حامدي صاحب فضيات الكاراتيه 5 ملايين ريال، بزيادة 2 مليون ريال على الجائزة التي كان من المفترض أن يحصل عليها. فيما نال العداء المغربي سفيان البقالي الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو من اللجنة الأولمبية في بلاده 230 ألف دولار. فريال أشرف كانت أول مصرية تحقق ميدالية ذهبية أولمبية، فمنحتها الدولة 1 مليون جنيه، كانت تعادل في وقتها 64 ألف دولار فضلاً عن راتب شهري. ومع تحرير سعر الصرف قررت وزارة الشباب والرياضة مؤخراً مضاعفة الجائزة المالية. في الأردن منحت اللجنة الأولمبية صالح الشرباتي الحاصل على فضية التايكواندو 30 ألف دينار أو ما يعادل 42 ألف دولار، وهو أكثر مما ناله التونسي أحمد الحفناوي صاحب ذهبية السباحة الذي حصل على ما يعادل 40 ألف دولار. الاتحاد الرياضي العام في سوريا منح معن أسعد الذي حقق برونزية في رفع الأثقال مكافأة مالية له ولشقيقه قيس الذي يتولى تدريبه، قدرها 25 مليون ليرة لكل منهما أو ما يعادل 8000 دولار. الجدول التالي يوضح الدول غير العربية الأولى في منح رياضيها المتوجين بميداليات أولمبية جوائز مالية. تتقدمها سنغافورة التي تخصص 744 ألف دولار لصاحب الميدالية الذهبية.